بقدر التحية بحضراتكم، وحوارنا لا زال متواصل مع فضيلة الشيخ أحمد ترك مدير عام إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف. قبل الفاصل حضرتك قلت بترصد وبتشخص حالة شيوخ التطرف وأسباب التشرب وإنهم الأكثر صوتا وصوت زعي. طيب أنت في منافسة، خلينا نتكلم كده بشكل علمي، أنت شيخ دعوي تعلمت في الأزهر الشريف، بتمثل الإسلام، هو إسلام واحد بس هنقول الإسلام الوسطي المعتدل. طيب ما تشوف غيرك بيغلب بإيه واغلب زيه، علي صوتك، أثر في الناس بصوتك، مش أنت كأحمد ترك مع الاحترام. أنا قصدي ليه ما نقولش ده للخطباء بتوعنا؟ ما تشوف الناس بيع الوسطية دي بصوت عالي. ما هو زي ما انا انبسط لما الاقيك بتدخل على السوشيال ميديا والفيسبوك والانترنت والتويتر وتكتب وتعلق، يعني هو ده العصر، يا تلعب بادواته يا تلاقي التطرف هيغلبك يوم بعد يوم. هل انا مخطئ؟ لا العفو طبعا، بس في يعني هل هذا الطرح مخطئ؟ يعني لا، الطرح يحتاج الى تصحيح. اتفضل. اللي انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ عايز اثر في الناس ومش عايز يبقى فيه فراغ. عايز تاثر يسمح في الناس ولا التطرف؟ انت عايز تاثر في الناس ولا عايز تملى الوسطي ولا عايز تملى الفراغ؟ الاثنين. ان انا مش عايز مساحه لشيوخ التطرف. أيوة. مش عايز الاقي ابني الاقي بكره الصبح في داعش. بالظبط. الخطاب، في خطاب بيعمل اتباع، يغذي العقل والروح والسلوك والأخلاق، بيعمل مسلم يسلم الناس من لسانه ويده. جميل. وفي خطاب يعمل أتباع، أتباع كتيرة جدا، بس الشيخ هيكون نجم. ده سيدي إذا كان نجم الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله كان نجم. لا أنا وعمل الحاجتين. لا الشيخ محمد الغزالي عمل الاثنين، الدكتور عبد الله شحاته عمل الاثنين. أيوه لكن إحنا عايزين الاثنين، بس مش عايزين واحدة بس. احنا عايزين الاثنين بس مش عايزين واحده بس. وبالتالي الـ 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 احنا عايزين نملى الفراغ. ملء الفراغ يكون ازاي؟ ملء الفراغ، يمكن انا كنت في مقابله بعد ثوره 25 يناير مباشره مع الدكتور عبد الله الحسين الله يرحمه وزير الاوقاف، ورحنا قابلنا شيخ الازهر وقلت لهم دلوقتي الدعوه الاسلاميه عامله زي الجيش بالظبط، في غطاء جوي وفي مشاه. نعم. المشاه اللي هو المساجد وتجمعات الشباب والناس والميادين هم الى اخره، احنا لازم نملاه. نعم. وده غالبا بعد القوانين الاخيره موجوده تحت ايد المشايخ الازهر، ومشايخ الازهر بيشتغلوا كويس دلوقتي، لكن لابد ان يكون هناك غطاء جويا، الغطاء الجوي. الفضائيات. الازهر يعمل قناه فضائيه في حاله دلوقتي، في ترتيب قناه فضائيه هتطلق بس اتاخرت قوي. هقول لك حاجه اهم، ومن ثم وهي الفضائيات لو تواصلت مع القنوات الفضائيه المصريه طلبت من سي بي سي ولا النهار وغيره ساعتين يومين، محتاجين مساحه كبيره. هيتقال لا، هيتقال نعم، محتاجين مساحه كبيره. بذلك تستطيع ان انت يوجد تملى الفراغ. وما لما ملأت الفراغ، احنا لما نروح قوافل الدعوه في كل الاماكن وبنقابل تقريبا، يعني في بروتوكول ما بيننا انا مسؤول عنه ما بين وزاره الاوقاف ووزاره الشباب، بنقابل بالالاف الشباب في تجمعاتهم والمدن الشبابيه، ويكون في شباب اخواني وشباب ملحد، وبنعمل حوارات معاهم وبنقعد معاهم بالثلاث اربع ايام احيانا. وفي القوافل التعليميه النهارده كنت في وزاره الشباب بنعمل خطه لمده لحد اجازه نصف السنه، قوافل التعليميه
علشان نستهدف الاعدادي والثانوي، لان التطرف بيجذب الفئه دي اللي هو من اولى اعدادي لحد ثانويه عامه. بيستلموا من بيستلموا من الاول خالص، يدخلوا الجامعه جاهز. يروح الجامعه يعمل دخل. فاحنا انتبهنا لهذا. لازم وفعلا نستهدف هذه الفئه في الايام القادمه. الفئه دي بتقابلوها بتلاقي ايه؟ يعني ده لسه طفل عطشانين. قانون الطفوله في الامم المتحده الطفل عاد سن 18 سنه، يعني اقول اعدادي ده بيقعد يكلمك في يقول لك انا ويؤمن بفكر المتطرف. طبعا دكتوره لكل الاسر عليها انها تلتفت لاولادها. طبعا يعني لازم نجيب عن كل الاسئله الموجودين على اولادنا. في انفصام كبير ما بين الكبير ما بين اجيالنا وما بين نعم. المساحه ما بين الاجيال ديت او السن ده. غلات المتطرفين بقى بيستغلوا هذا الفراغ، بيستغلوا عن طريق خاصه السوشيال ميديا، عن طريق السوشيال ميديا. فبيشير له مثلا فيديو بيتكلم عن الخلافه، نعم، وبقول له ان انت مش اسلامك مش هيكون كامل الا لما تؤمن بوجود الخلافه، ولازم تبيع الخلافه، ويخش له بقى في مساله الولاء والبراء وفي مساله يراد به المجتمع اللي هو الحق الذي يراد. الخلافه يعني حق يراد به. الخلافه هي مظهر تاريخي فقط وليس فريضة دينية. ليس يعني فريض. النبي عليه الصلاة والسلام ما قامش خلافة، إنما لم يقم خلافة راشدة، إنما قام مسلما راشدا. يعني عمل مسلم راشد، ما عملش خلافة راشدة. بنى أمة، بنى صحابة، 120 ألف صحابي مات عنهم رسول الله كلهم على المحجة البيضاء، كل واحد فيهم قرآن وسنة، كل واحد فيهم تسامح، وكل واحد فيهم سلم الناس من لسانه ويده. ولذلك كان لي كلمة دائما أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة فتحوا قلوب العباد قبل أن يفتح الله لهم أبواب البلاد. ما استخدموش لا سيف ولا ده ولا ده. ده الدولة الوحيدة تاريخيا اللي اتبنت دون إراقة قطر الدم واحدة هي المدينة المنورة، المجتمع الإسلامي اتبنى مجتمع كامل الأركان دون إراقة قطر الدم واحدة، والجهاد في سبيل الله شرع عشان الدفاع. فالشاهد أن الخلافة النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث، وده الحديث ده اللي بيوزعوه على الشباب عشان يقنعوهم بمسألة الخلافة، تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون هذا هو الحديث. الحديث أساس مسألة ترويجه على أساس أن الخلافة للناس بس. هذا الحديث بيتم ترويجه على الانترنت على اساس دي اللي بيجذبوا بيه الشباب اللي لسه ابيض. ايوه عقله لسه ابيض بالظبط، علشان يقول له شايف النبي بتاعك سيدنا محمد بيقول ايه او بيقول لك الخلافه. الحديث بقى بيقول الحديث بقى تفصيله بعدين نشرحه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون. النبوه اللي هو حياه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، البعث النبوي. ثم يرفعها الله اذا شاء يرفع. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا أو عضوضا، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون حكما جبريا، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة. وسكت. فشوفوا بقى، هو بدأ بالخلافة بعد النبوة وهتنتهي بالخلافة، فإذا الإسلام لن يقام إلا بالخلافة. ده المدخل اللي بيقولوا عليه، المدخل اللي بيقولوا عليه حته حته بالظبط كده. ده الكلام اللي بيقوله المتطرفين اللي بيشد بيه الشباب الصغير، اللي بيشد فيه ابنك وابني، اللي هو بيدخلوا مدخل بقى انه حارب الجيش الشرطه الحديث. وفجر الناس وانت بايع داعش وبايع الخلافه في العراق وسوريا علشان اسلامك يقوم. انا عايز اقول لحضرتك نرجع بقى للخطاب الزعر. لا لحظه. ده النص، ده التفسير المتطرف. التفسير المتطرف اللي هو غير الموضوع واللي النبي لم يقصده. النبي لم يقصد ذلك. فسر لي انت بقى التفسير. النبي عليه الصلاه والسلام يتنبأ بفترات تاريخيه في حياه الامه الاسلاميه الى ان تقوم الساعه، وليس يفرض عليهم وجود خلافه او ان الخلافه هي سياج الدين الذي لا تقوم الدين لا يقوم الدين الا به. بمعنى النبي عليه الصلاه والسلام قال خلافة الراشدة تكون النبوة فيكم ما شاء الله تكون، ومات. فعلا بعد النبوة كان في خلافة راشدة انتهت بسيدنا علي بن ابي طالب. الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين الى الفترة المثالية، واحنا انا بسميها التاريخ النظيف. تاريخنا النظيف فعلا 40 سنة. ثم تكون حكما عضوضا. طب ما دي خلافة الحكم الاموي اللي هي الخلافة الاموية. نعم.
إذا كانت موجود الخلافة ولكن سماها النبي عليه الصلاة والسلام ملكا عضا أو عضوضا، وكانوا أكثر التزاما واستقامة من أي حد، ومع ذلك كان عضوضا لأن كان في ظلم، لأن ما كانش في شورى. نعم. كان في استبداد، ثم يكون حكما جبريا، كان في كان في أشياء كثيرة جدا. نعم. يعني عايز أقول قتيبة بن مسلم الباهلي فتح معظم في آسيا، ومع ذلك بمجرد وشاية بس وفساد في الخلافة أتي به مكبل وسجن وعزب، وده بطل كبير. ثم يكون حكما جبريا، الإخوان بقى يفسروا حكما جبريا بالانقلاب العسكري. شوف تخيل بقى، يقول لك بص الحكم الجبري الانقلاب 30 يونيو ولكن ده مسألة ما هيش موجودة نهائيا، ما لهاش علاقة خالص بالحكم الجبري ولا غير الحكم الجبري، إنما 30 يونيو دي ثورة شعبية على حاكم ظالم. قال ثم تكون خلافة، وسكت. فالشاهد إيه؟ الشاهد أنه قد تكون موجودة الخلافة ولكن غير موجود شرع ربنا، بدليل النبي عليه السلام قال حكما عضا أو عضوضا. وقد لا تكون هناك خلافة وموجود شرع ربنا، فلا الخلافة دليل على وجود شرع الله، ولا عدم وجود الخلافة دليل على الكفر وعلى الفسوق والعصيان. هم يقولك لا بقى الخلافة عشان يكون موجود إيمان، وده طبعا مدخل شيطان. إذا الخلافة ليست فرضا دينيا، الخلافة ليست فرضا دينيا، ولا وجود الخلافة دليل على وجود الإسلام، ولا وعد النبي، ولا عدم وجود الخلافة دليل على أن الإسلام مش موجود، ولا إنما النبي عليه الصلاة والسلام إنما النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس مسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، مسلم الراشد وليس الخلافة الراشدة، إنما الحديث هو بينبئ عن فترات تاريخية في حياة المسلم. وهناك عدة أحاديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتنبأ بأشياء ليحذرنا منها عشان ما نقعش فيها، زي مثلا حديث لما قال اشتقت إلى أحبابي أو إخواني، قال اشتقت إلى إخواني قبل أن يموت بتقريبا 80 يوم بعد بعد حجة الوداع. قالوا ألسنا إخوانك؟ قال ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال لا أحبائك. أنتم أصحابي لكن أحبابي، أو في رواية إخواني، هؤلاء الذين آمنوا بي ولم يروني، اللي هو إحنا. وفي رواية أخرى قال للمتمسك فيهم أجر 50 منكم من الصحابة، قالوا يا رسول الله بل منهم، قال لا إنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون عليه أعوانا، يعني اللي متمسك بدينه وعلى خلق وعلى منهج سيدنا النبي لا ثواب 50 من الصحابة، من ثواب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا طلحة وسيدنا صهيب. الواحد يختار، أنا أختار سيدنا عمر بقى كده وأقول أنا عايز 50 ثواب فبالتالي كثير الشاهد أن هناك أحاديث كثيرة تنبئ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحدث عن الأجيال القادمة. فمسألة الخلافة، مسألة الخلافة، حديث الخلافة هو مش فرض ديني، سيدنا النبي ما بيقولش أقيموا الخلافة إنما أقيموا العدل. هذا الحديث أكيد كان له تفسيرات عند الأئمة الأربعة وشيوخ الإسلام يعني على مدار التاريخ. إحنا هل جميعهم أجمعوا على إن الخلافة ليست فرضا؟ لا، الخلافة ليست فرضا، ولا احنا عندنا الإمامة ولا الحكم ولا الحاجات ديت فيها واجبات، إنما هو فرض كفاية أن يكون للناس إمام يسيس أمورهم. وتحدث العلماء عن إن حتى الحاكم لو ظالم ولكن يضبط المجتمع، هذا أفضل من الحاكم المسلم المؤمن ولكن هناك فوضى في المجتمع. الشاهد هنا أن يكون هناك عدل في المجتمع. طيب. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذا الكلام الجميل اللي حضرتك بتشرحه لي وللسادة المشاهدين على الخلاف، لماذا عندما يذهب ابني أو أنا إلى المسجد لا أجد مثل هذا الكلام بهذا الأسلوب المبسط الجميل الزعق اللي أثرني الغير زعق؟ لا، الزعق يعني الصوت المؤثر. صوت ما المؤثر. الخطابة نعم. فيها جزء مؤثر. نعم. وسيدنا النبي لما كان بيبعت حد يخطب في الناس ما كانش بيضطر واحد صوته واطي، لا صوته واطي عشان ما كانش فيه ميكروفون. يعني هو ليه حضراتكم لا تعدوا الدعاء بهذا الشكل؟ يعني ممكن الداعية ده او الخطيب يكون عالم بس لا يستطيع ان يخطب في الناس، ما هو علشان كده يعني يألف لنا كتاب وتقتحم المناطق الشائكة. انا عايز خطيب يطلع يقول لي
احنا سمعنا دلوقتي ان داعش بتقول كذا، لا الخلافه كذا كذا كذا، انا اقعد اتكلم. عشان كده بقول لحضرتك تم تطبيق فكره الخطبه الموحده. الخطبه الموحده وحده الموضوع ووحده الافكار دون وحده النص. ما احنا قلنا ان كل زمان ومكان، يعني خطبه موحده في 6 اكتوبر ما تنفعش غير في قريه في الصعيد. لا ما هو في حدث حصل. لا ما هو بقى يتحدث باسلوبه، ولو حدث حصل خد الخطبه الثانيه، ما عندنا خطبتين، الخطبه الاولى والخطبه الثانيه، وكل واحد بيعالج من عن طريق يعني باسلوبه وبما يناسب الزمان وبما يناسب. عديت على مساجد السلفيين في رمسيس وجنب مسجد النور، وكانوا بيخطبوا الجمعة وايام مبارك بالثلاث ساعات، اللي هو ياخدك من الساعه 12 لقبل العصر، والناس قاعده. صحيح. وفرشه شارع رمسيس. خطاب مذهبي، لان يعني الناس دول مش الناس بتوعنا، مش مصري، مش المصريين عموم الناس. الناس دول ناس جماعات تاتي لخطيب لتسمع كلاما معينا. طب ما نقدرش احنا نستقبل. وبالتالي كان فتره من الفترات مثلا المساجد الكبرى ما كنت مسؤول عنها، كانت ظاهره الناس دول مالين المساجد، فكان كل ما نبعت خطيب يضربوه وينزلوه من على المنبر زي ما حصل مع سيدنا الامام علي كده، ضرب 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 ضرب، في ناس اتكسرت عظمها. وده من الاسلام؟ ولا المشكله ان هو يعني عارف حديث سيدنا النبي جدا، من قال لاخيه صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومع ذلك يضرب. انت انقلابي كافر يا فاسق، ويطلع ويجيبه من على المنبر ويبوظ جمعة الناس. وده كان مخطط جماعة الاخوان المسلمين كانت بتأمر به، ان ده كان ظاهر. لما عملنا شوية اجراءات الناس دول مشوا من المسجد، وجوم الناس الايه الطبيعية، الجمهور العادل الوسطي. نعم. اللي عايزة تصلي، الناس اللي جاية تصلي مش جاية تعمل مشاكل. وبالتالي احنا عندنا فريقين من جمهور المساجد، الراجل اللي راح يصلي يتعبد لله، يتعلم، يسمع علم، ياخد ابن المسجد زينا كده، وواحد جاي رايح عشان يشوف الناس اللي زيه، يشوف الشيخ بتاعه، يشوف الخطاب المتزمت اللي عايز يسمعه. طيب. يشوف الافكار اللي هو عايز. بقي لي دقيقة، عايز في هذه الدقيقة تطمئن قلبي وقلب المشاهدين انكم فعلا ستأخذوا باساليب العصر وتديني خطاب عصري. سيبك مني يا سيدي، احنا عدينا الشاب الصغير 16 سنة ده، لما يسمعك يبدأ يتواصل معك ويشعر ان في همزة وصل. ده اللي بيحصل، احنا عندنا مجموعة كبيرة من شباب الائمة شغالين على السوشيال ميديا. بيطلع لي خطيب عنده 25 سنة. خطيب 25 سنة في الجامع. عايزه يخطب 25 سنة. الشريحة للشباب. وبعدين زي ما قلت لحضرتك يعني كل القوافل اللي احنا بنعملها وخاصة مع الشباب كلهم شباب. كل الناس دول شباب عارفين يعرفوا مداركهم. ولما بروح مثلا زميل من الزملاء اللي هم في العشرينيات من اعمارهم بيتواصلوا مع بعض، ما بيقولش اول ما بروح بس مع 2000 شاب ولا 3000 شاب، نص اللقاهم يعملوا جروبات على السوشيال ميديا. في جهود في هذا الموضوع، ما ننكرش ان في ترهل في المؤسسه، في ترهل في المؤسسه، لكن في انجازات ان شاء الله شويه بشويه هنقضي على هذا الترهل، وهنوصل بإذن الله تعالى إن إحنا نملأ الفراغ. عندنا وقت نقول في الفترة القادمة هيبقى الأمور كويسة؟ أنت شايف مصر عندها زي أنا بناء على ما رأيته وشاركته فيه، إحنا من 30 يونيو لحد دلوقتي كام شهر؟ سنة و 30 يونيو اللي فات ده؟ 30 يونيو، 30 يونيو ثورة 2013. 2013 يعني 16 شهر تقريبا، 16 شهر ما تم بناء على الريتم والإنجاز الذي تم في الدعوة الإسلامية، ومن أهمها أن الدعوة أصبحت خالصة كما قال ربنا ألا لله الدين الخالص. أنا أعتقد لو مشينا بهذا الريتم خلال زيهم هتكون الخطاب الديني في مصر راعي. وانت بتقول ده وأتمنى الخير طبعا، أن الطرف المنافس لك شيوخ التطرف أسرع بكثير مما تتصور، ما بيناموش الليل. ورغم ذلك بعدما كانوا على عروش الدعوة والتشدد والتزمت سقطوا كالبرق. أنا بشكر حضرتك فضيلة الشيخ أحمد ترك مدير عام إدارة بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف، شكرا جزيلا على تشريفك لي. بعد الفاصل في الفقرة الطبية اليومية هيشرف لي دكتور حامد عبد الله
استاذ امراض التناسليه والعقم بجامعه القاهره، وهذه الفقره مفتوحه لحضراتكم اسالوا فيها واستاذنا الدكتور يوجد.